عن هذه الفرقة الوهابية المنسوبة إلى محمد بن عبد الوهاب. محمد بن عبد الوهاب مصلح ديني ظهر في الجزيرة العربية وندد بالمنكرات والبدع التي لا تتفق مع الدين، واهتم اهتماما كبيرا بما يؤكد توحيد الله سبحانه وتعالى. كان هناك بعض الناس مثلا يتوسلون ببعض الأولياء ويتبركون بهم ويقدسونهم تقديسا كبيرا لدرجة توحي بأن هؤلاء الأشخاص كأنهم أنبياء أو كأنهم ذات الله سبحانه وتعالى. التغالي في الحب يؤدي إلى الكفر. ولذلك عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يحبونه حبا شديدا جدا جدا جدا، هذا شيء واجب علينا أن نحب الرسول ونحب الله سبحانه وتعالى، لكن التغالي في الحب أمر مرفوض. لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام تغالي الصحابة في الحب خاف أن يرفعوه فوق درجته، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، يعني لا تمدحوني مدحا كبيرا جدا حتى تعطوني فوق ما أستحقه، كما أحبت النصارى عيسى ابن مريم وعظموه تعظيما شديدا لدرجة أنهم قالوا إنه إله أو ابن الإله. فالمبالغة في الحب الشديد منكرة ومرفوضة رفضا تاما. فمحمد بن عبد الوهاب اهتم في إصلاحاته بهذا الموضوع، وهو توحيد أو تجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى، واعتقاد أنه الفاعل لكل شيء، وهو المغني وهو المحيي وهو المميت. ولكن الذين يتبرك بهم الناس لدرجة قد تجعل الواحد منهم يقول: هذا الشيخ الكبير يشفي المرضى، هذا الشيخ الكبير بيده الرزق، بيده كل شيء. التغالي في نسبة هذه الأشياء إلى الناس، هذا التغالي قد يؤدي إلى الكفر، لأن الله هو المتفرد الذي بيده كل شيء. فهو قام بهذه النهضة الإصلاحية وركز تركيزا شديدا على إخلاص أو تخليص التوحيد لله سبحانه وتعالى. وإن كان بعض التلاميذ وبعض من أخذوا مذهبه تغالوا أيضا في هذا التوحيد، تغالوا كثيرا فمنعوا بعض الأشياء التي يشم منها ولو برائحة بسيطة، يشم منها أن هناك شريكا لله. ولكن كما قلت وأكرر، التغالي في كل شيء قد يؤدي إلى ضرر كبير جدا جدا جدا. لابد أن نكون معتدلين، أن نكون عاقلين قبل أن نعطي الحكم لشيء، نتدبر ونفهم فهما جيدا، لأن المسارعة في الحكم على أي إنسان يحب إنسانا آخر من الأولياء مثلا، المسارعة في إطلاق اسم الكفر عليه، هذا شيء ضار جدا. وأنتم تعلمون الحديث الذي يقول: إذا قال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال إلا رجعت عليه. فالمهم أن بعض باعي هذا الشيخ العظيم غالوا في هذا الموضوع وأنكروا أشياء لدرجة أنهم حكموا على بعض الناس بأنهم كفار، وذلك خطأ كبير.